الحاج اختار المرأة الغليظة ولا الرقيقة؟ وتكون ضعيفة حسن. ضعيفة حسن، ضعيفة تكون خفيفة. خفيفة في المشي وفي المجي في الخدمة في كل شيء. في الخدمة ديالها فهداك تمشي معاك ما هادي. صافي فهمتك الحاج، يعني فين ما مشيتي تمشي معاك. فهمتك الحاج. سهلة، تدور تخدم تمشي تتحرك ما عندكش معاها مشكل. وانت الحاج قول لنا الرقيقة ولا الغليظة؟ داكشي كله وشهية ديالو. أنا شهية ديال متوسطة. ما تكون غليظة ما تكون رقيقة. وكيما قلت لك كله وشهية ديالو بحال الماكلة. يعني بحال والعيالات بحال الشجرة ديال الكرم. واحد الشجرة ديال الكرم غدوز حداها لا بدا تشوف واش فيها شي كرموسة، واش بيضاء، واش كحلة. إي واش بيضاء ولا زرقاء ولا حيت الألوان كتختلف. دابا عطينا الحاج من الاخر، واش كتبغي المرأة الرقيقة ولا الغليظة من الاخر؟ الحقيقة احسن الرقيقة. والغلاظة اسمحوا لينا، اسمحوا لينا هادشي اللي عطا الله، حتى المرة أخرى إن شاء الله ونشوفوا كيفاش نديروا ليك. وأنت هذاك اللي قالت تما تبغيها رقيقة ولا غليظة؟ الواحد كيشوف الأخلاق. أخلاق؟ أين أخلاق كدوي عليهم اللي الفوق ولا اللي لتحت؟ الدرجة الأولى، ومن بعد عاد كتشوف الحاجة الثانية. عاد كتشوف الحاجة الثانية اللي هي الروح. ياك وانت العزوة اش بالك غليظة ولا رقيقة؟ عمرها شوية. باغي فين تشد؟ باغي اللحم؟ لا باغي اللحم. اللحم انا كنفضل المرأة الرقيقة اللي هي في المستوى ديالي. وعلاش ما اختاريتيش غليظة؟ بالنسبة للمرأة اللي هي غليظة يعني على حسب يعني الطاقة ديالي ما غاديش تكون موافقة. على حسب الطاقة ديالك غادي تمحنك غادي تعرقك. واخا ماشي مشكل. قبل ما نكملو الفيديو ديالنا نخليكم مع سبونسور ديال الفيديو اللي هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هي منصة اللي ولا كلشي تعرفها واكثر شهرة دابا. بغيت نقول لكم اللي وان اكس بيت هي منصة اللي تقدر تشجعو منها الفرق اللي كتبغيو وتربحو الفلوس. ولا درتو الكود برومو ديالي اللي هو هذا كيما مكتوب بحال هكا تربحو على اول دفعة ديالكم 130 دولار اللي هي 1300 درهم. اللي غتلقاو في اول كومونتير دونك دخلو وشجعو الفرق اللي كتبغيو وحد موفق للجميع. جا خويا ديالي شبالك في هادشي؟ تبغيها رقيقة ولا مليحة ولا غليظة؟ كل اللي كي كل الراجل كيكون غليظ كيبغي يبغي المرأة تكون رقيقة على حسب انه كيفاش يتعامل معها. صح باش يتحكم فيها. وكاين المرأة اللي كتبغي الراجل يكون رقيق على يكون غليظ. وانت قول لي انت. انا غنختار انسانة بحالي في رقيقة. مثلا انها خصها تكون شوية مينيموم. حيت اولا الغلظة مرض. المرأة الغليظة راه ما غدير والو في حياتها. علاش اخويا حشومه؟ راه يتقلقوا لينا الغلاظات حشومه. عطاك انا واحد المره خديتي مرأة غليظة راه اين فوا غادي تولد وما غتبقاش مرأة. راه غتولي مترتشه. راه ما غيبقاش ديك الفورمه اللي انت خديتيها في الاول. راه ماشي ما غتبقاش نفس الفورمه اللي خديتي في الاول. حيت ملي كتولد الشكل ديال المرأة كيتبدل. والرقيقه؟ الرقيقه راه كتبقى المرأة الرقيقه راه كتبقى ديما رشيقه. والرقاقه تغلبتوا الغلاظات. هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. اسمحوا لينا الغلاظات. داروا في الكومونتير قولوا لينا الدراري واش الغلاظات ولا الرقاقات. رقيقات المهم.